مصر تاريخ قديم عظيم خطه أجدادي، فيه البسالة والوفاء، فخر أولادي وأحفادي. مصر الحنان والأمان وتعانق آراء وأيادي. يا نيل مصر، يا نيل مصر يا رمز الخلود، يا بهجة الوادي يا سر الوجود، أعد لمصر عزها المشهود، فأنت الرخاء والعطاء بلا حدود. رد عن مصر كيد الحسود، وقل إن بنيها فلاح وجود، وقل إن بلادي عطر الورود وقبر صحيح لكل جحود. دعاء لمصر وسعي الأسود، رقي ومجد وسلام يسود. الحضور الكريم، إن أساس النهضة الحقيقية التي يتطلع إليها الوطن تبدأ من الفلاح، ونحن أسرة جريدة الأهرام التعاوني ومجلة الأهرام الزراعي عاهدنا أنفسنا على أن نكون صوت الفلاح والتعاونيون والقطاع الزراعي ككل، وحاولنا طوال مسيرتنا طرح القضايا التي تهمه وتقديم مشكلاته للمسؤولين والمعاونة في حلها في مختلف المجالات، فنون، ثقافة، رياضة وغيرها. فنحن مهمومون ومهتمون بالفلاح، كما إننا نشارك بجدية في مكافحة الإرهاب. فمن المعروف أن الفلاح المصري يغلب عليه التدين البسيط، فالمسجد يتوسط القرية ويشكل مركزاً جغرافياً وروحياً لأهلها. فالفلاح في القرية يبدأ يومه بصلاة الفجر وينهيه بصلاة العشاء، وتسري في حياته الروح الدينية البسيطة والوسطية بعيداً كل البعد عن الإرهاب والقتل والدماء. ولكن بظهور أهل الشر قام باستغلال هذا التدين وتلاعبوا بعقول بعض من أبناء الوطن واستخدموهم وقوداً للإرهاب. ومن هنا ينطلق دورنا ودور الدولة ومؤسساتها في تصحيح هذه المفاهيم من خلال المختصين والعلماء. حفظ الله مصر وحفظ قائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام ومصر بخير والفلاح المصري بخير. تحيا مصر، تحيا مصر. الحضور الكرام، فلاحي مصر الشرفاء، إنه من دواعي سروري أن أنقل لكم تحياتي إليكم جميعا، وأيضا مؤسسة الأهرام العريقة، الأستاذ عمر سامي نائبا عن الأستاذ محسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والأستاذ أيمن شعيب رئيس تحرير الأهرام الزراعي. أتقدم لفلاحي مصر بجزيل الشكر والعرفان في عيدكم وعيد كل المصريين، عيد الفلاح المصري، والذي يأتي تقديرا لما بذلتموه من جهد وعطاء وما جنته أيديكم من خبرات لهذا البلد. ندرك جميعا أن تاريخ الفلاح المصري منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة مليء بالإنجازات الحقيقية، وخاصة مع حرصه على زيادة الإنتاج وإدراكه التام بدوره العظيم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها واستخراج ثروتها من خلال الاستفادة من نتائج البحوث في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، وهو ما تدركه مصر وقيادتها السياسية والحكومة الحالية، والتي لا تدخر جهدا لدعم الفلاح البسيط باعتباره شريكا أساسيا في كافة ميادين الإنتاج وفي الحكومة. السيدات والسادة الكرام، تقديرا لدور الفلاح المصري، لقد أعد مجلس الوزراء نظام التأمين الصحي الجديد والشامل لجميع مواطني مصر، والذي جعل الفلاح المصري ولأول مرة تحت مظلته، وتم الانتهاء منه ورفعه إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره لكي يتمتع جميع الفلاحين بخدمة صحية متميزة. ويجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح، والذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 126 لسنة 2014، بحيث يتم تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها. كما تقوم القيادة السياسية بإنشاء مشروعات قومية كبرى بغرض التنمية المستدامة و
والتنمية الزراعية في مصر زي مشروع 1.5 مليون فدان، وأيضا مشروع 1 مليون راس، وأيضا مشروع 100,000 صوبة، ومشروع الثروة السمكية الذي يتم في بركة غليون، وأيضا في شري التفريعة بقناة السويس. وكذلك تم البدء أيضا في تحديث التشريعات الخاصة بالزراعة لتتناسب مع المتغيرات الحالية، وقد تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، وتم بالفعل إعداد بعض المشروعات خاصة تغليظ العقوبة على المعتدين على الأرض الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أمنا قوميا يمس تأمين غذاء المصريين. كذلك تم إعداد وصدور قانون بمشروع تجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية من قبل أي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد حفاظا على الثروة المائية في مصر للنهوض وتنمية الثروة السمكية، فضلا عن إصدار قانون مشروع تغليظ العقوبات على القائمين بحد القطن بالدواليب الأهلية للحفاظ على بذرة القطن المصري ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة. السيدات والسادة، اليوم واحنا نحن نحتفل معكم بعيدكم نجدد العهد لاستكمال خطة الإصلاح والتنمية الزراعية والنهوض في بلدنا، كذلك دعم القيادة السياسية في مسيرتها وحربها المستمرة ضد الإرهاب لتظل مصر مصدر الأمن والأمان لدول المنطقة وشعوبها. وفي نهاية كلمتي فإنه لا يسعني أن أكرر شكر وتقدير لمؤسسة الأهرام العريقة للدور المبذول في تنظيم هذا الحفل الكريم، وندعو الله العلي القدير أن يذهب عنا الفتن وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم لتحقيق التقدم والازدهار. وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيب الشعب المصري، كل سنة طيب أخويا وعمي وخالي الفلاح، عيد سعيد عليهم إن شاء الله. طبعا الفلاح المصري له دور مهم جدا ومحور أساسي في التنمية المستدامة في مصر. طبعا احنا متابعين الفلاح وبنشوف بعض المشاكل اللي بتقابل الفلاح، بنحاول ان احنا نحلها، ودي تعليمات القيادة السياسية والحكومة ان احنا لازم نبقى بجوار الفلاح. احنا يمكن ابتدينا بعيد الفلاح ورجعنا زي سابقا ان احنا افتتاح جني القطن في الفيوم، وكان يوم 9/9 اللي هو يوم عيد الفلاح، ودينا حوافز تشجيع الفلاح وان احنا بنقعد بجوار الفلاح. ايضا العلاج بالنسبه للفلاح بقى العلاج شامل لمواطنو مصر، الفلاح والصياد وعمال الزراعه وعمال الصيادين دخلوا في المنظومه، وهو اتعرض على مجلس الوزراء وحاليا ان شاء الله هيروح مجلس النواب للتصديق عليه. انا اعتقد يبقى دي منظومه متكامله. ايضا ان احنا عندنا كان سياده الرئيس اصدر قانون التكافل الزراعي، احنا حاليا دلوقتي بنعمل اللائحه التنفيذيه بتاعته وبندرس ايه الاجراءات اللي احنا ممكن يتم اتخاذها لمسانده الفلاح المصري. القمح طبعا شفت تجربه القمح، واحنا رفعنا الاسعار، وطبعا وزاره التموين من خلال هيئه السلع التموينيه بتستلم القمح. القطن انا بستلم قطن الاكسار عشان احافظ على نقاوه البذره، ولكن انا القطن سايبه عرض وطلب، ولكن احنا اعلنا بتعليمات القياده السياسيه ان احنا نعلن سعر ضمان وبنسيب العمليه سوق عرض وطلب، ويمكن الاسعار مختلفه عن سعر الضمان بزياده حوالي 25%، وفي نفس الوقت ده يعني بيساعد ان احنا مش عاوز انا اعمل سعر قطع للفلاح، انا بسيبه للعرض والطلب، وفي نفس الوقت انا اعمل له سعر ضمان على اساس ما يحصلوش اي مشاكل في عمليه تسويق المحصول الذي ينتج. الارز انا اعتقد وزاره التموين قايمه بدور كبير جدا، ويمكن هي تتعاقد مع تخلي المضارب تشتغل وتستلم رز ابيض، اعتقد هيبقى بسعر مناسب للرز الشعير والرز الابيض ان شاء الله. النقابه العامه للفلاحين طبعا هو في نقابات وفي قانون حاليا في مجلس النواب خاص بنقابه الفلاحين، اول ما يصدر طبعا احنا اول ما يصدر القانون الخاص بيه احنا هنبقى تحت امر النقابه على اساس ان هو يبقى حلقه وصل بيننا وبين الفلاح ان شاء الله.